إن شاء الله غادي نبداو بالديفينيشن اوف بريزنت بيرفكت. شكون هو بريزنت بيرفكت؟ شكون هو المضارع التام؟ بريزنت بيرفكت is used to indicate a link between the present and the past. The time of the action is before now but not specified, and we are often more interested in the result than the action itself. من هنا تيبان انا البريزنت بيرفكت المضارع التام هو واحد لوطو اللي نعتبره جسر بين الحاضر والماضي. جسر اوكي اتلينك تيربطنا الماضي، انه هو واحد لوطون اللي تيربطنا الماضي بالحاضر. The time of the action is before now. اذا الوقيتة فاش وقعت الحدث راه قبل من الان، شي وقيتة قبل من الان ما تيهمناش فوقاش، يقدر يكون البارح ولا البارح العام فايت 10 سنين هادي. It is not specified، ما محددش الوقت. And وشكون تيهمنا هنايا؟ And we are often more interested in the results. شكون تيهمنا هو النتيجة، ما تيهمناش لاكسيون، ما تيهمناش الفعل، تتهمنا النتيجة. غادي ناخدو واحد جوج جمل متشابهة، نفس الجملة، باش نعرفو علاش استعملنا في حدا simple past وعلاش استعملنا في الأخرى past perfect. He borrowed my car and he has borrowed my car this week. He borrowed my car yesterday. He has borrowed my car this week. علاش استعملها في الجملة الأولى simple past وفي الجملة الثانية past perfect؟ في الجملة الأولى عندنا السيمانة، عندنا yesterday فات، إذا الأكسيون انتهت في الماضي، بدأت في الماضي وانتهت في الماضي، ما بقاش المفعول ديالها ساري للحاضر. أما في الجملة الثانية فإن السيمانة مازال ما سالات، إذا أن المفعول ديال الجملة مازال غادي السيمانة كلها، لاقاش هاد السيمانة استلف مني السيارة ديالي والسيمانة مازال ما سالات. بعكس في الجملة الأولى yesterday، إذا البارح سلف مني والبارح سال السيمانة دي. هذا هو الفرق، علاش قلنا أن present perfect الماضي التام راه لينك واحد الرابط بين الماضي والحاضر. أوكي، إذا كان عندنا finished action راه تنستعملو، إذا كان عندنا finished action راه تنستعملو simple past. كي عندك yesterday، last week، last month، last year، and in 1991، يعني يكون عندك شي سنة محددة، راه تنستعملو simple past. بعكس إذا كان عندك unfinished action، شي واحد الاكسيون اللي unfinished مازال المفعول سارية المفعول، غادي نستعملو present perfect. today، this week، this month، this year، إذا مازال سارية المفعول ومازال العلاقة بين الماضي والحاضر كاينة، داكشي علاش خصنا نستعملو present perfect. هادي غير نبدأ إطلالة، غادي نتعمقو إن شاء الله فاش نمشيو ندخلوا للدرس مزيان، ولكن غادي نبداو الان بالفورم اوف ذا بريزنت بيرفكت، نشوف الشكل ديال المضارع التام. نشوفوا الشكل ديال ذا فورم اوف ذا بريزنت بيرفكت ومناش تيتكون البريزنت بيرفكت. دائما الشكل ديالو سابجكت بلس هاز اور هاف بلس past participle. دائما خصو يكون عندنا الفاعل و الهيلبين فيرب هو auxiliary فعل مساعد اللي هو has or have اللي تيكون conjugate في البريزنت. وقلنا has الى كان عندنا she he it، و have الى عندنا other pronouns. اوكي، اذا subject plus has or have plus التصريف الثالث اللي هو past participle. اوكي، الباست بارتيسيبل هو التصريف الثالث اللي تيكون عندنا تحديين، يا اما وي ار جوينغ تو توك اباوت ريجولار اور ريجولار فيرب. اوكي، نمشيو للريجولار فيربس. ريجولار فيربس، ريجولار فيرب ما كاينش عندنا مشكله في التصريف الثالث كما ما كاينش عندنا مشكله في الماضي. watch، watched، watched، تنزيدو غير اد. اذا as you know في الريجولار فيرب صرف التالي تنزيدو اد، كي بحالو كي حال سيمبل باست. watched، watch، watched، watched. like، liked، liked. اوكي، تنزيدو اد. by the way، الا كانت او في الفيرب سي با لا بين نزيدو دو او، تنزيدو غير او
تنزيدو غير دي. إذن كي بحال السيمبل باس كحال باس بارتيسيبل تنزيدو غير او دي. إذن ما تبقاش عندنا مشكلة في الريجولار فيرب. إن فوا تنعرفو راه الريجولار فيرب تنزيدو ليه غير او دي. أوكي ما عندناش مشكلة. نشوفو another verb. Cry, cried, cried. Cry, cried, cried. تقولي لي هنا قلتي لنا أستاذ زيد او دي ولكن هنا عندي اي او دي. غادي نقول لكم فاش تكون عندنا لو فيرب مسالي بواي مسالي بإيكغيك بواي وكانت قبل منه كونسونانت تنحيدو الإيكغيك وتنديرو إي أو دي وإلا كان قبل من الإيكغيك فاول تنخليو الإيكغيك وتنديرو غير أو دي يو غارت دايما باش يكون عندنا لو فيرب تيتسالي تيتسالى بواي وكانت قبل منه كونسونانت لايك إر بي تي دي ام ان ال تنحيدو الايكغيك وتنديرو اي او دي ويلا كانت قبل من الايكغيك كانت فاول لايك اي او يو اوكي اند اي اند اي اش نديرو تنخليو الايكغيك وتنديرو اي او دي هذا هو في الريغولار فيرب ما تبقاش الاشكاليه مطروحه بزاف لحقاش نزيدو غير او دي لا بليبار دو طون وتنكون عندنا راه حصلنا على التصريف الثالث اللي هو الباست بارتيسيبل. دابا نشوفو الريغولار فيرب. الريغولار فيرب ما كاينش قاعده تيقولنا راه الا كان هكا في الانفينيتيف راه خصو يرجع هكا في الباست وخصو يرجع هكا في التصريف الثالث في الباست بارتيسيبل. حاجه وحده اللي كاينه اللي تنقولها دائما irregular verbs you must learn them by heart خصكم تحفظوهم تشوف كيف دير طريقه خاصه. غادي ندير واحد الدرس نحاول نحط لكم irregular verb كل وحده وكاتيجوري ديالها باش نحاول نسهل عليك كيف دير تحفظهم لحقاش كاين شي وحدين ما تيتغيروش. اوكي غادي نحط كل وحدين والشكل ديالهم باش نحاولوا غير نبسطوا ونلقاو طريقه باش غادي نحاولوا نحفظوهم. نشوفوا irregular verb في البريزنت نقولوا هاف ولا هاز في الباست هاد هاد. اوكي تيبقى كي بحال السيمبل باست كي بحال الباست بارتيسيب. انا خديت غير عينات باش نشرح لكم. اوكي نشوفوا جو جو تترجع في السيمبل باست وينت في الباست بارتيسيبل تترجع غان. اوكي غان اذا هنا تغيرت كومبليتمون. اوكي جو وينت في الباست بارتيسيبل تترجع غان. نمشيو لسبيك speak spoke spoken speak spoke spoken speak في البريزنت يقدر يكون speaks حسب الى عندنا هي وشي و ايت. اوكي وفي الباست ترجع spoke وفي الباست participle ترجع spoken. اوكي the most important thing ان في regular verb في التصريف الثالث راه ما عندكش مشكله تزيد غير اودي ولكن في الباست participle when dealing with irregular verb الا كنت تتعاملوا مع irregular verb you must learn them by heart خصكم تحفظوهم سيلفو بلي حيت يقدر يكون شكل لكم عائق فاش ما هضرنا على البريزنت بيرفكت الباست بيرفكت هضرنا على لا فوا باسيف. اوكي اذا ضروري تنحتاجوا التصريف الثالث اللي هو الباست بارتيسيبل داكشي علاش تنأكد ان ضروري خصهم يتحفظوا باي هارت. غادي نحاولوا نديروا درس باش نسهلوا هذه العمليه هذه. نشوفوا البوزيتيف فورم اوف بريزنت بيرفكت كيف تيكون في البوزيتيف فورم او الافيرماتيف فورم. البوزيتيف فورم تيكون عندنا سابجكت بلاس هاف بلاس الباست بارتيسيبل ديال الفيرب هاف بلاس الباست بارتيسيبل. اوكي نشوفوا البوزيتيف شورت فورم اي هاف بلايد ولا ايف بلايد هي هاز ريتن ولا هيز ريتن. اوكي اذا في شورت فورم نحاولوا نلخصوا لو فيرب سولنا على اي ولا هيز ريتن. اوكي ولكن ضروري في البوزيتيف فورم لا افيرماتيف فورم خص يكون عندنا هاف ولا هاز بلاس الباست بارتيسيبل ديال 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 لو فيرب. اوكي في النيجاتيف فورم لا ميم شوز غير تنزيدو نات تتولي عندنا في النيجاتيف يا اما تكون عندنا هاف ولا هاز بلاس نات بلاس الباست بارتيسيبل اي هاف نات ايتن شي هاز نات بلايد. اوكي حاول نختار فيرب irregular اند regular وان شي هاز نات بلايد اذا عندنا هاف ولا هاف بلاس نات بلاس الباست بارتيسيبل. في النيجاتيف شورت فورم
I haven't eaten ولا she hasn't eaten. And that's come full form and short form of the present perfect. ضروري خصو يكون عندنا الهيلبينغ فيرب ولا الاوكزيلوري اللي هو هاف ولا هاز بلاس نات بلاس الباست بارتيسيب اللي هو التصريف الثالث. Now we are going to see the interrogative form or as so-called question form. The question form, for the question form we have two types of question. As you know, we have two types of question. We have WH question and yes-no question. For yes-no question, عشان نديرو تنديرو لان فيرسيون سوجي ما تنبداوش بالسابجكت تنبداو بالهيلبين فيرب بالوكسيليير بالفعل المساعد have I missed the bus وبلا ما تنساو الكواشن علامة الاستفهام اوكي have you missed ولا has he worked as waiter before اوكي اذا الجملة العادية تيكون عندنا سابجكت الهيلبين فيرب الفعل المساعد والباست بارتيسيبل في الانتروغاتيف فورم تيكون عندنا الهيلبين فيرب الهيلبين فيرب او الاوكزيلوري بلاس سابجكت بلاس الباس بارتيسيبل ديال الفيرب هذه الا كان عندنا يس نو كويشن بات اف وي هاف دبليو اتش كويشن راه تنبداو بالدبليو اتش وورب تنبداو بوير ولا وين ولا وات ولا واي ولا هوز تنبداو بداك دبليو وورب اذا هنا تنبداو بالدبليو اتش وورب بلاس الهيلبين فيرب بلاس سابجكت بلاس الباس بارتيسيبل ديال لو فيرب الا كان عندنا ريغولار راه اي دي والا كان عندنا ايريغولار as I told you you must learn them by heart خصكم تحفظو هم اوكي where have I left my umbrella where have I بدينا بال WH word plus الهيلبين فيرب plus subject plus الباس بارتيسيبل what have you done today what have you done today it what plus الهيلبين فيرب plus subject plus الباس البارتيسيبل هذا هو الاشكال the three forms of the present البرفكت اللي هو المضارع التام اوكي brace yourself now we are going to see the most important thing is the use when shall we use or when should we use the present perfect فوقاش خصنا نستعملو the present perfect اوكي the first case الحالة الأولى result of the action in the past is important in present it is not important important when the action happen okay كيفاش ان الحدث في الماضي ولكن مازال مهم في الحاضر اوكي مازال عنده الامباكت في الحاضر وهنا لاكسيون راه ما مهمهاش it is not important when the action happen ما تهمناش فوقاش حدث هذا الفعل هذا بقدر ما تيهمنا ان مازال عنده لامباكت اوكي على الحاضر مازال عند المفعول ديالو ساري الحاضر I have cleaned my room and it is still clean تيبان ليا ان الغرفه راه مازال كلين اوكي ما تيهمناش فوقاش يقدر البارح والبارح السيمانه هذه but the most important thing is that الامباكت ديال الفعل مازال ساري الى الحاضر هادي تنقول لك the result of the action in the past is important in the present فاش يكون عندنا لاكسيون المفعول ديال الحدث في الماضي مازال عندنا مهم في في الحاضر اوكي الحاله الثانيه recently completed action فوقاش تكون عندنا شي اكسيون عاد سالت اوكي فاش نقول لك دابا عاد بديت نشرح الدرس اوكي I've just come عاد جيت اوكي he has just played handball عاد he has just فاش تكون لاكسيون عاد انتهت دابا اوكي اذن ظرف وجيز باش انتهت فاش تكون شي اكسيون عاد فات دابا recently عاد سالت اوكي تنستعملوا البريزنت بيرفكت A recently completed action. Completed action. إذن تسالت هاد لاكسيون شي وقيته قبل من دابا بشويه. اوكي؟ شي وقيته عاد دابا خرجت من الحمام. اوكي؟ إذن ملي تتكون عندنا شي اكسيون اللي عاد سالت دابا تنستعملوا البريزنت البيرفكت. الحالة الثالثة
sits beginning in the past and still continuing. فيش يكون عندنا شي حدث بدا في الماضي ومازال مستمر في الحاضر ويقدر يستمر في المستقبل ما تعرفش وقت غادي يحبس. اذا we have lived in Canada since 1986 ولا بليبارت طون فاش تشوف عندك since ولا for تستعملوا فاش يكون الجمله فيها since ولا for تستعملوا present perfect. اذا الجمله اذا انا كنت ساكن في كندا من 1988 هذا تيعني انني مازال ساكن في كندا الى اليومين هذا. اذا فاش يكون عندنا لاكسيون بدات في الماضي ومازال مستمره في المستقبل في الحاضر وتقدر تستمر في المستقبل تستعملوا المضارع التام. الحاله الرابعه فاش يكون عندك together with lately recently read already فاش يكون عندك هاد لي زيكسبريسيون ديال lately recently yet تستعملوا present perfect. اذا في مشتي شي جمله فيها lately recently yet تستعملوا present perfect. كيف بحال ناخذوا هذه الجمله هذه I have been to learn London recently. I have been to London recently. Okay, since we have recently here so we must put the verb here in the present perfect. بما ان عندنا recently اذا خصنا الفعل يتكونجي فاش في المضارع التام. واخيرا تنستعملوا البريزنت بيرفكت ملي تيكون عندك واحد من هاد الكلمات هادو اذا تنعرفوا اوتوماتيكمون غادي نستعملوا البريزنت بيرفكت. الا عندك جاست يت نيفر اوريدي ايفر سو فار اب تو ناو ريسنتلي سينس فور الا عندك واحد من هاد الكلمات هادو غادي نعرف اوتوماتيكمون ان الفعل اللي عندي خصو يتصرف فاش في البريزنت بيرفكت يعني المضارع التام. إذن في المشتي when you see one of these words it means that the verb must be conjugated into what into the present perfect. Okay, let's see some example here. He has not written the email yet. He has not written the email yet. Okay, since we have here yet it means that the verb must be put into what into the present perfect. بما ان عندنا يت اذا الفعل خصو يتصرف فاش خصو يتصرف في المضارع التام. I have already seen the film. I have already seen the film. Since we have here already it means that the verb must be conjugated into the present perfect. بما ان عندنا already اذا الفعل خصو يتصرف فاش يتصرف في present perfect اللي هو المضارع التام. I have just seen your brother going into the bank. I have just. Since we have just seen, it means that the verb must be in the present perfect. بما أني just تعبرنا على شيء أكسيون عاد دست ولت واحد لطون لي قريب قريب بزاف. Okay. Now we are going to see some exercise to see to what extent we have know the function and the use and the form of the perfect. Okay, so try to do this exercise to know to what extent you grasp the function and the use and the form of the present perfect. حاولوا ديروا هذا التمرين هذا باش تشوفوا الى اي حد فهمتي لا فورم الشكل و الاستعمالات ديال the present perfect اللي هو المضارع التام. وتنشكركم مرة أخرى على الاستماع ولا لقاء في درس جديد من دروس قناة أبدو إنجليش أكاديمي. نتمنى أن هذا الدرس يكون مفيد وسيرتو للتلاميذ ديال الأولى والثانية بكالوريا. وأنا دائما تحت رهنة إشارة التلاميذ في أي سؤال أو في أي تساؤل تطرح تتبادر للذهن ديالكم. I will be there by your side. I will be right there by your side. Be sure and see you later and thank you.